لاباس. الحمد لله الحمد لله، كان الشميسة خلتنا وخلت البشرة بتاعنا لاباس. والله يعني على الحقيقة من أحب فصل الصيف والشمس وساعات كل واحد يخمم دي زوبورتونيتي هكا باش يخرج من تونس. لي الحاجة الأكثر حاجة معناتها تخليني ما نلزمش هي طقسنا بصراحة، معناتها بون لا محالة التقلب نتاع الجمعتين هذوما اي تعبني مع المرض والصغار بسم الله والأولاد. عليك. اي طقس عامل كيما المرأة التونسية، ما تفهمهاش كل ساعة وعلم. هكيكا هكا بالضبط. فوالا هكا كان الحمد تحبي لله راك فهمتني، عامل لنا كيكه الشمس هو. أنا كما قلت أنت ردوا بينا من الشمس اي خاصة فوالا. على البشرة نتاعنا، وجاي الصيف توا تبارك الله أبارامون تسخن ياسر في السنة حسب اي المتيو، وإن ظهري شاء الله ربي يرحمنا. ان شاء الله. دونك ردوا بينا على بشرتنا، ومن الحاجات اللي أنا ننصح بهم ديما قبل الصيف اي إن إحنا نحضروا البشرة نتاعنا للشمس ومخاطر الشمس خاصة. دونك نعرفوا لي الشمس الأشعة فوق البنفسجية من أكثر المسببات للظهور علامات الشيخوخة اي التجاعيد ولي تاش برون وكل. سورتو لي دونك تاش لازمنا برون. نحضروا البو نتاعنا من توا نتصور، خاطر في الصيف لو ريتم يتبلبز هو الكل، بالطبيعة الريتم اي نتاع النوم نتاع الماكلة وحتى سكين كير كيف كيف، يولي الواحد ما كلموش عنده برشا وقت معناتها يبلبص كيف كيف، ياي ما عادش عندنا ان ريتم بيان اتابلي. السهريه ابين والعروسات والمكياج، دونك اوه البشره نتاعنا لازمها فكرتني. تتحضر. اي لا 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 والله، ديجا انت كي حكيت على العروسات وعلى السهريات وعلى العشويات، هي البشره تو تعبت، ما بالك كيش توصل. تعبت. هي تعبت من كلامك اهو. يا لالا وي مالها، خلينا نبداو نحضروا شنو لازمنا نستعملوا، كيفاش نهيئوها. وهي سي بون توا فهمت اللي احنا بدينا ندخلوا، خاطر الايامات هذيا سخونه بالاخص اليوم، نهير صيفي بامتياز. كيفاش نبداو نحضروا في البوم تاعنا ان شاء الله؟ ها وي دونك انا جيسبيغ سي اهم حاجه، مانيش باش نقعد نعاود نحل عليه الموضوع اللي سي بون نورمالمون متابعينا فهموا اللي هو الواقي الشمس والاكران سولير مع اوبسيون، هو حاجه ضروريه. دونك جيسبيغ كلكم شريتوا الواقي الشمس نتاعكم ديجا. ما ننسيوش اللي نستعملوا واقي الشمس ادابتي لنوع البشره نتاعنا، فما توا تبارك الله المارشي فيه برشا انواع واشكال، النوعيه المناسبه للبشره نتاعنا الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه نستعمل الكميه المناسبه اللي هي براتيكمون معدل زوز صوابع معناها كاملين، مش جوست نحطوا طرف، نعرف اللي هو غالي ونحبوا نصاحبوا، اما راهو كان تشريه غالي وما تعملش لا كونتيتي سوفيزونت معناها زيت تعمل فيه زيت تحط فيه اصلا، دونك نحطوا لا كونتيتي سوفيزونت. وماذا بينا نعاودوا كل ساعتين ثلاثه دايبون من ليكسبوزيسيون تاعك انت للشمس، وما نسيوش الصغيرات خاصة في البحر وفي البيسين. بالأخص هذوما لخصت لكم واقي الشمس اللي هو أهم حاجة. شنو الحاجات الأخرى البراتيك اللي نجموا نعملوهم كل يوم؟ اللي هما أول حاجة شرب الماء أكيد، ليدغاتاسيون والترطيب من الداخل يبدأ. نجموا نشربوا الماء ونزيدوا مكملات غذائية، حكينا قبل على الكولاجين حظيمي. بالطبيعة نتفكروا كلنا. الكولاجين توا توندونس كبيرة برشا في المكملات الغذائية، لكن غيست اللي احنا نختاروا الكولاجين الصحيح معناها النوعية الصحيحة. دونك لازم يكون كولاجين هيدروليزي اللي هو مفكك جزيئات صغيرة، خاطر نعرفوا الكولاجين هو بروتينة كبيرة وكي تشربها عبارة معناها ما شربت حتى شيء معناها. دونك لازم يكون مجزأ مفكك ومن تيب 1 اي 2 باش يمشي للبشرة معناها خاصة تيب 2. دونك فوالا بالنسبة للكولاجين كمكمل غذائي أكيد هو سيتان برودوي دو لوكس كما نقولوا معناها، مش ضروري لكن يعاون برشا يخليك معناها تحفز انتاج الكولاجين في البشره نتاعك، و او ميم طون يزيد الترطيب والالاستيسيتي نتاع البشره وتحس هكا بنظاره معناها تحس الوجه ضاوي، تحس الوجه متغذي. اي والماء داكو، هذا بما يخص المكملات الغذائية والماء اللي هي حاجة مهمة جدا، انه ديما نواظبوا على شرب الماء بالاخص في الصيف بكميات. قداش الكميات اللي لازمنا نشربوها وفاء؟ هيك ما ذيك هو خاصة لازم نعرفوا لو بوزوا نتاعنا احنا ما اقلش من اترا ونصف النهار، قد ما ديما به يعني. داكو باهي برشا، هذوما الحاجات اللي نركزوا عليهم، فمش حويجة اخرى اكيد. احنا توا مع توا الميديسين استيتيك ولا لي ديرماتولوج معناها اطباء الجلد، قاعده برشا تقنيات جديده قاعده تتطور، كان العمر
فات 30 سنة 35 سنة وفما مشاكل أكبر كما دجا عنا احنا دجا ديغيد ولا ديتاش برون ولا حتى ما عناش وعنا لي موانيا بور بريفينير للوقاية معناها من علامات تقدم معناها من ظهور علامات تقدم فما حاجات كما سكين بوستور مثلا اللي هما سوسون ديزاكت نون انفيزيف معناها تقنيات مهيش جراحية جوست كما هو حقن أما مش حقنة معناها باش تعديدك فوليوم ولا حاجه في وجهك ليه هي باش تحق فيها ديزاكتيف مكونات حافه تحفز تحفيز دونك البشره نتاعنا اوفيل معناها كيما نقولوا جمعه جايه تكون خير من الجمعه ذي والشهر اللي من بعد تحسها خير من الشهر اللي قبله على خاطر الالاستيسيتي باش تزيد فيه وما ننساوش اكيد ماكلتنا وصحنا اهم حاجه او بالعكس تبارك الله في الصيف عندنا فاريتي كبيره نتاع خضره ونتاع غله دونك نجموا نوعوا من ماكلتنا بالكدا بالطبيعة لازمنا نكثروا من ماكلته الغلال شوية شوية. سيد المخرج ديجا قاعد ياكل في الغلة قال لي هاني بديت بنصائح وفاة من طوى وي بيان سور هذا انا نحبوا السيف بصراحة ماني خاصة من احباء الغلة انا مدمنة الغلة دونك نلقى الحاجة اللي نحبها هاي به حاجة مهمة للغاية الماء والمكملات الغذائية بالأخص كما قلت لكم والغلال هاي كحاجات موجودة يظهر الناس الكليك تحبوا الغلة بالقدي في الصيف وديما في كل بلا في كل حويجة نلقاو ديما صحيح غلة موجود على الطاولة هكا ودروا رواحكم ماهيش غالية برشا الغلة تنجموا تلقاو فيها كميات زادة هامة من الماء وفيه هكا نكونوا أنهينا معاكم وي غروسو مودو جوست نجم نزيد كلمة بارك على الروتين نتاع البشرة نتاعنا معناها سكين كير نتاعنا نجمو نزيدو ديزاكتيف جدد معناتها كان احنا مثلا ماناش نستعملو في لاتيد هيالورونيك مثلا لترطيب البشرة نجمو نزيدو ديزاكتيف وفي الصيف بنحاولو نكونو نبعدو شوية خاصة على البيلينغ وكل اللي هما ديكونسيي في الشمس دونك ما نحاولوش نستعملو ديزاكتيف اللي يهلكو الباريير كوتاني نتاعنا معناها نستعملو ديزاكتيف دو اون روتين سامبل ليسونسييل اكثر اكتيف فيها يكون لي برودوي هيدراتون. واضح جدا يعطيك الصحه على النصائح هذه الكل ديما كيما العاده منورتنا وفاء واي استشاره وفاء تقدمها لكم بصفه مجانيه على انستغرام نتاعها. وي مرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله نحبكم اليوم ميساجات الوفاء ما يتركوش راهو سيف جاي مرحبا الناس الكل اكيد يلقاو سيرفيس اكسلون ان شاء الله. يعطيك الصحه وفاء شكرا ليك مشكوره جدا وفاء شبيرلي صيدلانيه مختصه في مشاكل البشره والشعر شكرا ليها على البادره اللي تقدم لكم فيها بشكل مجاني وفاء تجاوب النساء والرجال زاد اللي يسالوها الكل على اي حويجه موجوده مقلقتهم في وجوههم في البشره نتاعهم كيفاش يستعملوا شنو ياكلوا كيفاش الحاجات اللي نجموا يحطوهم راهي باش نصحكم ديما نقول لكم اسالوا خبير ما تسالش مجرب. لا 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 وعلى فكره بربي كان حد عرض امين الضبيبي يقول نسيت النظاره نتاعك في استوديو امينه في استوديوهات كابافام راك نسيت النظاره يا امين خاطر زدت شويه نروح بها امين بصراحه حسيتها هكا ماركه باهيه حسيلو احنا مازلنا متواصلين معاكم باش نسمعوكم اغنيه حلوه برشا برشا صوت الرقه صوت الفيانه ننسي عجرم العمر تو سويت.